وما أدراك بزمن الكورونا، فيروس صغير لا نراه بالعين المجردة، وكائن غير حي غير حياتنا من رأس على. مع الكورونا أصبحت الدراسة من المنزل والعمل عن بعد. على الكورونا أصبحت الدراسة من داخل المنزل والعمل عن بعد، فقد أصبح المنزل يعجب أفراد العائلة، الكل متواجد ومائدة الإفطار والغداء والعشاء، فقد توقف الأكل للخارجي، وأصبحت أمي تعد لنا ألذ وأشهر الأطباق، وأصبح لدينا وقت أطول لنلتقي مع عائلتنا، وكأننا نتعرف على بعض من جديد. فمن أمتع الأوقات تلك التي أقضي مع عائلتي لمشاهدة فيلم جميل أو لعب لعبة مسلية. زمن الكورونا مختلف عن أي زمن آخر، فقد ساعد على انخفاض نسبة التلوث بسبب التزام الجميع بالحجر المنزلي، وتوقف عجلة العمل، مما ساعد على انغلاق ثقب الأوزون بشكل كبير. أيضا ساعد الكورونا على تراجع مستويات العنف والجريمة. من أكثر النقاط الإيجابية لهذا الفيروس أنه ركز على ضرورة النظافة وغسل اليدين وتعقيم المنزل بتكرار وتعقيم كل الحاجيات، وتعلمنا التوفير والعمل الجماعي في المنزل. أيضا عدنا لممارسة الهوايات كالقراءة، الرياضة والموسيقى. سبب ضرورة الحجر المنزلي وعدم القدرة على الخروج، أصبح اعتمادنا على برامج الشراء الإلكترونية أساسي ومهم، وساعد على التغلب على هذه العقبات وأدخل عادة جديدة إلى حياتنا. أيضا أصبحنا نرى تحديات كثيرة على المواقع التواصل الاجتماعية، مثل تحدي الخير لمساعدة العائلات العفيفة، تحدي الرياضة، تحدي الرسم، وتحدي أجمل صورة لبث الإيجابية. كما للفيروس الكورونا COVID-19 سلبيات كثيرة، أيضا له إيجابيات معددة. فكما قال وسعى أن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. شكرا لكم لحسن استماعكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة فاطمة أحمد السراي من الصف التاسع دال من المدارس الأردنية الدولية، معلمة المادة حنين الصدر. اليوم سوف نتكلم عن النجاح ومفائده وما تعرفه وأشياء أخرى. تعرف النجاح؟ النجاح هو تحقيق أحلامك، هو استغلال الأمثلة لطاقتك، هو العلاقات الطيبة، هو تحقيق ما تريده وما توده، هو التعلم من الماضي والاستفادة منه. طرق لتصل إلى النجاح: 1- التعلم من الفشل، التعلم من الأمور التي فشلت فيها للقيام بها. النجاح ليس عدم فعل الخطأ، النجاح هو عدم تكرار الخطأ. 2- المثابرة، يتوجب على الفرد أن يكون مثابرا في القيام بالأعمال، وسيحتاج الفرد إلى العمل بشكل جاد لأجل الوصول إلى هدفه. المثابرة تثمر المعجزات. 3- الطريقة الأهم للحصول على النجاح أن يكون لك يقين بالله سبحانه وتعالى بأنه سيرزقك إذا سعيت وفضلت أمرك إليه. الثقة بالله سبحانه وتعالى. مرحبا، اسمي لمى الصلاحي من الصف التاسع سات. اليوم سوف أتحدث عن موضوع العزيمة والإصرار طريق النجاح. للعزيمة معنى كبير وعظيم، فهي شعور داخلي يحفز الشخص على أن يحقق هدفه ويسعى إليه بكل قوته. لو نقول ما معنى الإصرار، الإصرار مثلا يكون في شخص عنده امتحان والامتحان يكون صعب، يجي يقول له الناس الثانيين أنت بترسب في الامتحان، أنت بترسب في الامتحان، هو بيصر إنه لا ما برسب في الامتحان، ويسعى بكل قوته إنه ما يرسب في الامتحان ويدرس ويجتهد ويجيب علامة. الآن بقولكم الموضوع بالمختصر، هو لما يكون في شخص وعنده هدف في حياته لازم يكون عنده العزيمة والإصرار، وإنه يصر إنه بيقدر يحقق هدفه وبس. خلصنا، شكرا لاستماعكم، تحت إشراف المس حنين الصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب طارق لاني. اليوم سوف أتحدث عن موضوع مظاهر عظمة الخالق في الكون. مظاهر عظمة الخالق جل وعلا تتجلى في كل شيء من حولنا بأشكال عديدة لا تعد ولا تحصى. وعلى الرغم من تقدم العلم والتكنولوجيا الهائل، ما زال العلماء يجهلون بعض الأمور الدقيقة ولا يستطيعون تفسير بعض الظواهر الموجودة فيه. مظاهر عظمة الخالق في الكائنات الحية. الكائنات الحية بكافة أنواعها هي من دلائل عظمة الخالق عز وجل، ويشمل ذلك طريقة خلقها وعيشها وتكيفها مع الحياة، كذلك عالم البحار والمحيطات وما يوجد فيهما من أسرار عميقة وكثيرة. فتوزيع نسبة الماء على سطح الكرة الأرضية بمقدار 71% على مساحتها الكلية، بما يساوي من مساحة المياه في جسم الإنسان. لقد خلق الله لنا أجهزة لكل واحد وظيفة يعمل بها، وطريقة ترتيب ودقة خلق جسم الإنسان يدل على عظمة الخالق تعالى. مظاهر كونية تدل على عظمة الخالق: دوران الأرض حول الشمس، المجرات السماوية، وتوزيع الجبال. شكرا لكم، كان معكم الطالب طارق الكيلاني من صف تاسع سات بإشراف المعلمة حنين الصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب نور كلامي من صف العاشر، واليوم سوف أتحدث معكم عن ماذا سوف يحدث للعالم بعد الكورونا. هنالك الكثير من الأحداث التي سوف تحدث، منها السلبية ومنها الإيجابية. السلبية أنه سوف يحدث التفرق بين الأسر، يعني بين الزوجين أو بين الأسرة أو بين العائلة هيك ماشي. ولكن من جهة أخرى سوف يحدث أنه سوف تقوي
العلاقة بين الأسرة أو بين الزوجين وهيك ماشي. هذه من جهة العائلة، من جهة نفسية سوف يصبح إنه سوف تقل يعني الحفظ التي في الشخص يعني في درجة كبيرة جدا، مما يسبب يعني الكسل والكآبة ماشي. والكسل أيضا مشان التمرين، وإنه لم يقوموا بأي نوع تمرين لفترة طويلة، مما يسبب الوزن الكبير. هذا فالآن إنه العائلة والجهة النفسية هذول خلصناهم. هسه من جهة العلمية سوف يحدث، هذا الكلام ليس مني ولكن الكلام هذا من كثير الكثير من العلماء الذين اتفقوا على هذا الرأي. قالوا انه الكورونا لم يعني سوف يعني لم تخلص من هون الى 6 أشهر، وسوف تقتل 500,000 شخص، وسوف تصيب 20 مليون شخص. وظل بالبيت وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أيها الإخوة والأخوات، أنا عبد الرحمن إيهاب عبد العال من الصف 9 ساتها. سوف أتحدث اليوم عن موقف الأردنيين اتجاه مرض الكورونا، هذا التحدي الذي نواجهه اليوم بإشراف المعلمة مس حنين الصبر. الآن أتحدث وبكل شرف أننا الأردنيون أثبتنا أننا دائما كبار أمام الأمم، كبار لأننا نقف وقفة شموخ وقوة في مواجهة هذا التحدي، ليس بما نملك من موارد أو إمكانيات مادية، وإنما بعزتنا وجدارتنا ووقوفنا وفق رجل واحد بحماية الوطن، وهو أغلى ما نملك. مواطنينا يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بالشجاعة، كبار لأننا نحقق الإنجازات العظيمة وبدون خوف وفي أصعب الظروف ولا نعرف المستحيل، كبار لأننا في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاعتبارات. نعم، هذا هو الأردني الذي أباهي به العالم، وبإذن الله سوف نتجاوز هذه المرحلة معا، لأن المعدن الحقيقي عند الأردنيون يظهر عند الصعاب. لهذا سوف نظل متحدين وصامدين ونعمل يدا بيد لنتجاوز كل المصاعب، ولأن هذه هي الأردن. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم طالب عبد الرحمن إيهاب عبد العال من الصف 9 سات بإشراف المعلمة مس حنين الصبر. السلام عليكم، معكم الطالب علي سامة من الصف 10 زين من المدارس الأردنية الدولية معلمة الصف حنين الصبر. عام 1918 هذا العام المبين، العام القاتل، لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى بخسائر كبيرة تعدت 25 مليون ضحية، وبعد الحرب انتشرت جائحة الإنفلونزا في العالم جميعا. هذه الجائحة تسبب العديد من الفيروسات، وقوع هذه الفيروسات كان H1N1 أو الإنفلونزا الإسبانية أو الوباء الإسباني. لماذا سمي بالإنفلونزا الإسبانية؟ ليس لأنها انتشرت من إسبانيا، هناك بعض الدول كالولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو الهند التي كانت مشاركة في الحرب تكتمت على خبر الفيروس ولم تخرج عليه أي معلومات ولا طريقة علاجها لها. كانت إسبانيا هي الوحيدة التي تتكلم دائما وكانت هي المصدر الرئيسي للصحف، لذلك سمي بهذا الاسم. وتسبب هذا الشيء عديد من المشاكل، لأن الجميع يريد أن يعرف من أين انتشر هذا الفيروس. هناك من يقول من الولايات المتحدة، وهناك مؤرخ كندي أو النسبة الكبيرة هي، وهناك مؤرخ كندي قال أنه أنا نقلت من الصين 96 عامل صيني إلى الجهة الغربية للقوات الفرنسية والبريطانية لمساعدتهم في الحرب، وجميعهم ماتوا بسبب هذا الفيروس. لذلك إن الأغلبية تقول أنهم من الصين. الإنفلونزا الإسبانية هي التي
هي التي أصيبت 500 مليون شخص. ثلث الأرض أصيبت ثلث الأرض بهذا الفيروس وقتلت 50 مليون شخص، ضعف الضحايا التي ماتوا في الحرب العالمية الأولى. نسبة الموت فيها 10%، لذلك إنه من أقوى الفيروسات بالعالم، وجميع الذين ماتوا كانوا من الشباب ومن اليافعين. لماذا؟ هناك سببان أو دراستين أقيمت لماذا الفيروس هدفه الأكبر هو الشباب وليس كالفيروسات الأخرى كالكورونا أو أي فيروس نحن نعرفه دائما هدفه الأكبر الصغار أو كبار السن. أولا، الدراسة الأولى تقول أنه عندما يهاجم الفيروس القوي الجهاز المناعي بسبب عاصفة الإسكوتين، عاصفة الإسكوتين هي التي تساعد الجهاز المناعي، لكن يشتد قوتها بمكان ما تساعد الجهاز المناعي تهدمه وتدمره، لذلك تسبب في حرارة شديدة وضيق في النفس ويموت فورا. والدراسة الثانية تقول عندما كانوا الشباب في الحرب قد كانوا يتنقلون بين دولة إلى أخرى، لذلك تتراكم البكتيريا وكان مخيماتهم غير نظيفة والإسعاف والأدوات اللي يستخدموها غير نظيفة، لذلك كان البكتيريا تتزايد على الفيروس ويموتون فورا. وهذا من أقوى وأقوى الفيروسات التي كانت في العالم. سأريكم بعض الإحصائيات. كانت في الهند حوالي 17 مليون وفاة، وهذه بعض الدول كالولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب عاصم الجلاد عن الشخصية القيادية. ما هي الشخصية القيادية؟ يمكن تعريف صاحب الشخصية القيادية بأنه يقدر على تأثير الناس بطريقة إيجابية، هذه أهم شيء، وهنا ما يؤدي به في نهاية الأمر ما تحقق الأهداف وإنجاز المهام دون تقصير. سوف أعطيكم ثلاث أمثلة عن أهم مميزات الشخصية القيادية. يدرك الأهداف العامة لما هو مسؤول عن قيادته، ويمتلك القدرة الفائقة على الإقناع، ويجب أن الناس الذي حوله يثقوا به. كيف تصبح صاحب شخصية قيادية؟ يجب أن يكون الناس محبين بك كزملائك والذين حولك، لذلك تستطيع التأثير فيهم. امتلاك الفرد القدرة التي تعينه على الاعتماد على نفسه، ويجب أن يكون الفرد واثقا من نفسه حتى يمنع الآخرين الثقة في الاعتماد عليه. أمثلة عن أشخاص قيادية: الملك عبدالله الثاني والملك حسين بن طلال. شكرا لمشاهدتكم. مرحبا، أنا جودة الطراونة من المدارس الأردنية الدولية. موضوعي للتحدث اليوم هو عن الحرية. الحرية هي شيء أساسي في حياة الإنسان وكافة المخلوقات، حيث أن الجميع يسعى للحرية ويمكن بذل الكثير من الجهود لتحقيقها والحصول عليها، حيث أنها واحدة من عوامل كرامة الإنسانية، فلا أحد يقبل بالقيود والتي تعد أحد مظاهر العبودية. هناك عدة أشكال للحرية التي تتضمن حرية القول وحرية الفعل وحرية التنقل وحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الأشكال. والحرية أهمية كبيرة على حياة الإنسان، ومن أهمها حرية التعبير بالرأي من دون قيود ومن دون خوف أو قلق، ممارسة الإنسان لهواياته وقدراته دون قيود، تحقيق السعادة ورفع الظلم عن البعض، وخلق علاقات إنسانية واجتماعية دون قيود ومخاوف. شكرا لكم. مرحبا، أنا جودة الطراونة من المدارس الأردنية الدولية من الصف التاسع ساد. عندي مشروع تحدث في اللغة العربية بإشراف المعلمة مسحنين الصدر. راح أتحدث اليوم عن معنى الحرية وصورها وأهميتها على الفرد وآثار الحرية على المجتمع، وسنناقش في الآخر عبارة جميلة. معنى الحرية وصورها: الحرية هي شيء أساسي في حياة الإنسان وكافة المخلوقات، حيث أن الجميع يسعى للحرية ويمكن بذل الكثير من أجل تحقيقها والحصول عليها، حيث أنها واحدة من عوامل كرامة الإنسان، فلا أحد يقبل بالقيود التي تعد أحد مظاهر العبودية. هناك عدة أشكال للحرية، والتي تتضمن حرية القول وحرية الفعل وحرية التنقل وحرية ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الأشكال. أهمية الحرية على الفرد: أولاً، تعطي الفرد حرية التعبير عن الرأي دون قيود ودون خوف أو قلق، ممارسة الإنسان لهواياته وقدراته دون قيود، تحقيق السعادة ورفع الظلم عن البعض، وخلق علاقات إنسانية اجتماعية دون قيود.
أو مخاوف. الآن سنتحدث عن آثار الحرية على المجتمع. أولاً، تحقيق مبدأ الحرية والعدالة في المجتمع وإعطاء كل ذي حق حقه يساعد على إعلاء المجتمع وتطويره، حيث يشارك كل إنسان حراً في بناء المجتمع وخلق أفكار إبداعية لبناء الدولة وتحقيق استقرارها. فالإنسان الذي لا يشعر بالحرية والعدل